يا صباح الخير والعافية على مشاهدينا مشاهدي قناة زاغرس الفضائية وبرنامجنا الصباحي نسمات زاغرس، وحاب أقول لهم ألف مبارك عليكم حلول شهر الطاعة والفضل وشهر الخير شهر رمضان المبارك. بسؤال فقرتنا لهذا اليوم راح نسأل أهلنا وناسنا، ما هي الوجبة التي تحب أن تتناولها على وجبة الفطور، وما هي الوجبة التي تحب أن تتناولها على وجبة السحور؟ فخلينا نشوف أجوبتهم، خليكم ويانا. شنو وجبتك المفضلة بالفطور ووجبتك المفضلة بالسحور؟ وجبتي المفضلة بالفطور هي أهم شيء الشوربة، أما السحور شوية تصير خفيفة، مرات ألبان كل منو حسب اللي يحبه، فهي أهم شيء بالفطور قلت لك الشوربة. بالسحور طبعا الفطور، نحن الأتراك نحب الفطور، وبالفطور المساء يعني بعد المغرب اللحم أكثر شيء لحم، يعني مثل زي البرياني زي الكباب، وهو تقيل صح بس حلو، احلى شيء الفطر اللحم. شوربه طبعا، شوربه بالعدس احلى شيء، وشوربه بالرز مع اللبن كمان حلوه كمان تجي. والله صراحه تقاليد بالعراق عندنا اكلات خاصه، اولها الدولمه والمقلوبه، البانيه شوي تصير ثقيله لان ورا جوع فتره طويله، بس من الاكلات المهمه طبعا الدولمه، وتجي بعدها المقلوبة، البرياني بأنواعها يعني مثلا دجاج أو لحم، هاي الأكلات اللي متعارف عليها بالعراق. أكثر أكلة تحبها بالفطور ما هي؟ والله هي يفضل يعني على وجبة الفطور شغلات خفيفة، لأن المعدة بعدها ما مستقرة، يعني صيام نهار كامل المفروض واحد يبي وجبة خفيفة، وبعدين إن شاء الله الليل كله عشاء، يعني كوجبات هي تتنوع حسب البيت العراقي. زين أنت إيش تأكل على الفطور؟ والله هي منوعة، يعني تعرف العراقيين بصورة عامة يعني ما يحب يكرر الوجبة ثاني يوم، فيحب ينوع، وما شاء الله المطبخ العراقي متنوع. شنو أكثر أكلة تأكلها بالسحور؟ والله يفضل يعني كشيء شخصي بأنه أبتعد عن الدهونيات، لأن الدهونيات تعطش خاصة خلال النهار، بعض الشغلات يعني قليلة الدسم تكون مشبعة، مثلا بيالسلق وغيره، وبالإضافة ما تشعر بالعطش قليلة. بالفطور والله احنا أكثر شيء نحب الظلمة، وبس نحب الظلمة احنا. أنا أكثر شيء أحب الظلمة. يعني انت من النوع اللي ياكل هواي لو ياكل قليل؟ لا ما تشوفني ضعيف، قليل يعني ما اقدر اكل هواي. زين شنو اكثر اكله تاكلها بالسحور؟ بالسحور لبن وتمر، هاي الفطور يعني يوميا نوع شكل، وحتى ما يصير ملل تمام من الطعام، فيوم دولمه يوم برياني على لحم على كباب مثلا او اشياء، يعني حتى ما يصير ملل للطعام. على السحور ايش تحب تاكل؟ قمرات، اجبان، بيض، هاي البرياني يعني البرياني الكبه هيك هالاكلات هاي. قصه البرياني ويا العراقيين كلها تحبه؟ هي اكله طيبه وما موجوده بس بالعراق يعني. زين بيها ذكريات يعني ايام الطفوله ايام الشباب. زين يعني النوع اللي الاكله دائما من تاكلها او تشرب شيء او تشتم عطر ترجعك ذكريات معينه انت عاشتها، فاكيد هاي يعني مثلا خصوصا البرياني او يعني هي لمه، كانت لمه العوائل من التمون، انت تاكلها تتذكر هاي الاجواء يعني على مود هاي. والله يا طعام يعني عادي يعني ويا لحم